بنبتدي معاكي من عنوان في صحيفة الأهرام، 14,000 قاضي و20,000 شرطي لإجراء الاستفتاء، مجلس المحافظين يبحث اليوم الاستعدادات، و108 منظمات تطلب المراقبة. طبعا موضوع الاستفتاء هو عنوان رئيسي في باقي الصحف كلها أكيد. بالتأكيد، وإحنا من بعد ما أعلن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور انه الاستفتاء ان شاء الله هيبقى يوم 14 و15 وكل وسائل الاعلام المختلفه ويمكن كل الجهات في مصر يعني حاليا هو حديثها الاساسي كيف سيتم اتمام هذا الاستفتاء بشكل ناجح. من ناحيه طبعا الجهات الامنيه المختلفه بتعلن ان هي في، يمكن كان ده خبر امبارح، انه في تجهيزات امنيه سواء كان من الجيش او من الشرطه للقيام بهذا الامر. وجود 14,000 قاضي ده معناه اشراف قضائي كامل، لانه اتقال حتى انه لو كان هذا العدد لن يفي بعدد اللجان خلال 14 و15 فقد يمتد الاستفتاء ليوم اخر اضافي، شريطة ان يتم تحت وجود مظلة قضائية تحمي هذا الاستفتاء. وده هذا امر ايجابي جدا، بيدي صورة مهمة جدا. ان انا كنت الحقيقة في أوائل شهر نوفمبر في أوروبا، جولة أوروبية، وكان السؤال اللي بتسأله في كل الدول يا ترى أنتوا هتعرفوا توصلوا يوم 4 ديسمبر للإعلان عن وجود دستور، والبعض كان بيشكك في هذا. فأنا الحقيقة سعيدة جدا أنه ده تم، سعيدة أن الخطوات جادة بتتم بشكل جيد، وأنا أعتقد أن كل القائمين على الحكم في مصر مصممين أنه هذا الاستفتاء يتم وأن يجرى دون أي تعطيل من أي أطراف تريد أن تقوم بذلك. كل الاستطلاعات بتقول أنه الاستفتاء حيحصل على نسبة تأييد عالية، هل تتفقي مع هذه الاستطلاعات؟ أنه لأنه الناس لسه ما قرتش الدستور قوي، لكن كل الكلام اللي بيتقال في وسائل الإعلام أنه في نقاط إيجابية كثيرة، هل تتوقع أنه ده يترجم على أرض الواقع فعلا؟ بصي، أكتر من 90% من استفتاءات كلمة الاستفتاء ريفرندم في العالم بتيجي بنعم، ده قاعدة عشان نبقى عارفين. النسب بقى اللي هي نسبة الإجماع، نسبة الإجماع اللي هي بتقول إن هي فوق 65% 70%، ده 80%، يعني هي بتبتدي من 65 لغاية 80% دي نسبة الإجماع، بتبقاش أعلى من كده كتير. أنا بتصور إنه إلى حد كبير جدا، يعني أنا نفسي راضي عن الدستور. أنا كنت في دستور 2012 يمكن عملت عدد عندي في المجلة قلت للسيدات قولوا لأ، يعني للأسف كنت مضطرة أقول بهذا الشكل الواضح، ما كنتش أحب أن أنا مؤمنة بصحافة بالحيادية في الصحافة، لكن كنت شايفة أنه أن أنا أسيب بالحيادية، لأ لازم أوضح وأقول إزاي أنت لازم تقول. المرة دي لأ، في بعض النقط اللي ممكن نختلف عليها لأن مفيش حاجة كاملة، لكن النقط دي مش هي اللي تخليني أختلف على هذا الدستور. طبعا إحنا كإعلام كأشخاص بشكل عام لابد أن نعمل على توجيه أو توعية الناس دلوقتي، نقول لهم ليه إحنا لو إحنا لو قلنا مثقفين أو لنا احتكاك بهذا الأمر، ليه إحنا بنقول نعم، ليه إحنا بندعم هذا الدستور؟ لأنه أولا بيحافظ على الحقوق الإنسانية، على حقوق الصحة والمواطنة والتعليم، ودي أمور كلها بتهم يعني العوام من الشعب. فأنا بتصور وأتمنى إن شاء الله إنه يحصل على هذا الإجماع. يمكن دلوقتي الكلام كله بيتقال الإخوان هيشاركوا، لا هم هيشاركوا، وطبعا إحنا عارفين إنه ما هيقولوا لا عشان يبينوا. هو لسه لم كتلتهم. يحسم هذا الأمر، لأن كان في من فترة قصيرة في الصحف بيقولوا إن في اتجاه داخل الجماعة بالمقاطعة، مش هم هيقطعوا لو حسوا إنهم هيبقوا لوحدهم، يقولوا لا لأنه خوفا أو خشية إنه ده يظهر حجمه. لكن لو لقوا بعض التكتلات معهم ممكن يشاركوا، بس هو يعني ممكن يشاركوا ما يقولوش، يعني ممكن يشاركوا يعلنوا المقاطعة خشية أن تكون النتيجة صادمة زي ما حصل في انتخابات نقابة الأطباء، ممكن يعطلوا، يعني ممكن هو هيبقى على محورين، هو هيبقى على محورين، يعني فكرة تعطيل الناس اللي رايحة تدلي بأصواتها. بصي أنا أفتكر كويس قوي في مجلس الشعب اللي فات، إنه أنا خارجة من اللجنة لقيت أخ واقف كده واللي هو بيبقوا إخوان يعني، قال لي إديتي لمين؟ قلت له مش من حقك تسألني، مش من حقك انك تسالني هذا الامر، لا احنا بنعمل رصد، فهم موجودين بكثافه، لكن هل الناس هيقبلهم جنب اللجان بهذه الكثافه؟ انا ما اعتقدش، لا اعتقد انهم يعني موجودين بشكل ظاهر، هيخافوا ما يحصلش.